الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. يا ترى ما هو الفرق ما بين الإطارات القديمة والإطارات الجديدة أو الأساسات الحديثة؟ هل هناك فرق يؤثر على النحل وعلى الطائفة؟ ويا ترى هل نستطيع استخدام الإطارات القديمة التي مر عليها سنتان في تربية النحل وإنتاج العسل بالذات؟ سؤال مطروح على الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. أخواني الكرام، حتى نفند موضوع الإطارات شمع الأساس وموضوع الإطارات المبنية، وحتى نكون على بينة في ذلك نظرا لطول النقاش واحتدامه وفهم بعض المصطلحات واختلاف بعض المصطلحات، وهذا فهم شيء وهذا لم يفهم شيء، ولكن حتى نفندها ونستطيع من فهمها، سيتم عرض هذا التسجيلات بطريقة سهلة وواضحة وبسيطة حتى تصل الفكرة للجميع. أخواني، عندما نقول البناء الشمعي، أولا البناء الشمعي هو مهد الطائفة، والنحل مفطور فطرة ربانية وغريزة ربانية على البناء الشمعي، وهناك غدد خاصة في إنتاج الشمع ليتم هذا البناء الشمعي. لا نريد التطرق إلى كيفية البناء الشمعي وكيف النحل ينتج الشمع وإلى آخره، ولكن نتحدث عن موضوع الإطارات الأساس، ما هو الفرق بين الإطار الأساس والإطار القديم. أولا إخوان الكرام، عندما يتم وضع إطار أساس للخلية، فإن الخلية تستسعر بالنشاط وتتوسع لديك عشاش الحضنة، ويخرج النحل لديك يمتاز بصفتين: الصفة الأولى بأنه خالي من الأمراض، والصفة الثانية يمتاز بكبر الحجم. والنحل والملكة أيضا تستشعر بالنشاط لوجود مثل هذه الإطارات الشمعية حتى تتوالد وتبيض فيها، وضع البيوض فيها يكون أوسع، ورقعة عشاش الحضنة تكون أوسع من الإطارات القديمة. نأتي إخوان الكرام إلى موضوع وضع الإطار الأساس. لا نقول لك أخي الكريم وأختي الكريمة أن تقوم بوضع إطار الأساس في درجات حرارة تتدنى ما دون 10 درجات والخمسة وتلامس الصفر، لا أخي الكريم. يفضل وضع الإطارات الشمعية في بيئة جيدة، أي بما معناه أن تكون درجات الحرارة تفوق 15 درجة مئوية، حتى يستطيع النحل ببناء هذا الإطار وبشكل جيد وسريع. نحن عندما نضع الإطار الشمعي يجب أن لا تزيد وضع هذا الإطار عن 36 ساعة حتى يكون مبني. هذا أنا أتحدث عن النحل الجيد وليس عن النحل الذي لا نعرف أصوله ولا نعرف ما هي صفاته، هذا شيء. الشيء الآخر إخوان الكرام، عندما يتم وضع الإطار الشمعي الأساس الحديث لا يوضع في وسط عش الحضنة، وإنما يوضع على جوانب عش الحضنة. يعني نقول الإطار الأول عسل، الإطار الثاني حضنة، الإطار الثالث حضنة، الرابع حضنة، الخامس حضنة، السادس عسل أو حبوب لقاح. إما يتم وضعه في رقم 2 عسل أساس، أو يتم وضعه في آخر الإطارات وهو بجانب العسل. وأفضل أن يتم وضعه في جانب الإطار الذي بجانب جدار الخلية، لأن النحل عندما يستشعر بالنشاط أولا يستشعر بوجود الحرارة، والملكة تضع البيوض عندما ترتفع درجات الحرارة بعض الشيء، يعني تميل إلى المنطقة الأدفأ عندما تضع البيوض حتى تحافظ على هذه اليرقات من الإصابة بمرض أو تعفن. أو الأفضل أن يكون هناك محيز على النحل في آخر الإطار من قطع البلسترين تحديدا، حتى تستطيع الملكة من وضع البيوض في هذا الإطار الذي وضع، ولا يوضع في وسط عش الحضنة. الأهم من ذلك إخوان الكرام، عندما يتم تقديم هذا الإطار يجب التأكد من المخزون الاستراتيجي لهذه الخلية حتى لا يقوم النحل بسحب هذه التغذية وبناء الشمع منها،
لا، الآن أنا قمت بوضع إطار أضع تغذية لهذه الخلية، تحريضية تحفيزية حتى تستشعر النحل بالنشاط بعض الشيء، ويضع ويقوم ببناء الشمعي، والآن الملكة تذهب بالتوجه ووضع البيض فيه. هذه الإطارات إخوان الكرام، عندما يتم وضعها إلى الخلية، أنت تصطاد عصفوران في حجر. أولا استهلكت قليلا من المخزون الموجود لدى النحل وأصله من التغذية السكرية. الشيء الثاني، أنت تقوم بتجديد بيت التربية أولا في أول. عندما يتم تجديد بيت التربية أولا بأولا، هذه الحضنة تخرج في بيئة صحية، تخرج في، لأن هذا النحل الذي يخرج في هذه الأوقات والنحل الذي يليه هو النحل الذي سيقوم ببناء الطائفة وجمع العسل وجمع الرحيق والتكاثر. هذا النحل إذا كان مريض يعيش في بيئة فيها ملوثات، بيئة فيها أمراض، هذا النحل سيكون هزيل ولا يقوم بالعمل كما يجب، وتكون إنتاجيته ضعيفة مقارنة بين النحل الآخر. فإخوان الكرام، يعني موضوع وضع الأطار الأساس ليس بتلك المعضلة، نحن نتحدث عن وضع إطار أساس. فإذا كنت نحال يجب عليك أن تعرف من أين تؤكل الكتف، ولا تكون تربيتك عشوائية. لا أضع إطارات في هذا الوقت عندما أريد التكاثر، لا أضع إطارات قديمة. يعني إذا كان الإطار مبني وكان شمع متوالد فيه مرة واحدة أو مرتين لا بأس في ذلك، وإنما تكون الإطارات السيئة عندما تكون بنية داكنة أو تميل إلى اللون الأسود. هذه لا يتم وضعها في صندوق التربية إخوان الكرام، هذه يجب أن تصهر ويتم إعادة تدويرها، ويتم الذهاب إلى المصنع ويتم صناعة شمع الأساس وتوضع على إطارات حديثة وتوضع إلى النحل. هذا شيء. الشيء الآخر إخوان الكرام، عندما يتم ترتيب الإطارات من 1 إلى 10، يعني معروف إطار 1 ورقم 10 هي عسل وحبوب القهوة، وفي الوسط عش حضانة. الآن عندما يتجه بعض الإخوان إلى استخدام الحاجز الملكي، ومنهم من يتجه إلى عدم استخدام الحاجز الملكي، عندما نقول وضعنا إطار داخل عش الحضانة وكان التدفق عالي والنحل سليم وجميع الإطارات حديثة نظيفة معقمة، عقمها النحل وكانت سهلة التعقيم لدى النحل، وعشاش الحضانة متوسعة، الآن هذه إخوان الكرام عندما أقول إطار فقس منه 4000 من النحل وإطار فقس منه 1000 أو 2000 من النحل، هذه الفروقات ما بين الإطارات إخوان الكرام. يعني لو قلنا فقس بخلية فيها إطارات قديمة فيها 10 إطارات قديمة وخلية فيها 10 إطارات حديثة، فقست من هذه الخلية لنعتبر 8 إطارات 8، وفي هذه الخلية فقست 8 إطارات، كانت هذه الخلية تعداد النحل الذي يخرج من الإطارات الحديثة 4000، وهذه كان يخرج منها 1500 أو 2000 بيضة أو حضنة النحل مكتمل. الآن هذا الفرق إخوان الكرام ما بين هذه الإطارات وهذه الإطارات سيكون فرق شاسع، يعني يعادل نصف خلية أو خلية بأكملها. أنت تتحدث عن 2000، يعني إذا قلنا 5 إطارات 2000 في 5 هاي 10000، 2000 هذه 10000 نحلة إخوان الكرام ستقلب الموازين لديك. أنت تتحدث عن ربع خلية، يعني لا يشتهان فيها. ونقيس على ذلك الخلايا الأخرى، ونقيس على ذلك الأمراض، نقيس على ذلك الإنتاجية، نقيس على ذلك صحة النحل، نشاط النحل. فإذا إخوان الكرام، تجديد الإطارات هو يعتبر مهد وخطوة أساسية يجب على النحال القيام بها. لا أقول لك قم بتغيير الإطارات كل موسم، ولكن على الأقل يجب عليك تغيير الإطارات في كل موسم، أن يكون تغييرها يعادل النصف إذا لم يكن الربع الثلث، يجب أن يكون النصف، إذا لم يكن النصف الثلث ثلثي هذه الإطارات يجب أن تغير وتوضع إطارات شمعية حديثة. ومعروف جميعا لدينا، ولا أحد يستطيع أن يطعن في ذلك، بأن الشمع هو مردود من الخلية، كما هو مردود الحبوب اللقاح، كما مردود سم النحل، كما هو العكبر، كما هو العسل، هو مردود يستطيع النحال الاستفادة منه. ربما يتجه إلى إنتاج القطاعات الشمعية والاستفادة منها بالعلاجات الطبية، ربما يقوم في بيعها، ربما يعني يستفيد منها. هذا الشمع الذي يبنى لا يتم إتلافه، وإنما يستخدم إلى النحل. علاوة على ذلك إخوان الكرام، يعني عندما يتم استخدام إطارات شمعية حديثة، الإنتاجية كلها تكون نظيفة معقمة معقمة، إطار شمعي حديث نظيف نقي خالي من المواد الكيماوية وخالي من مواد التنظيفات التي تستخدم، ومنها الفستكسين الذي يوضع. إخوان الفستكسين هذا يستخدم لمكافحة حيوان الخلد
الذي يقوم بمهاجمة المحاصيل الزراعية، يوضع في جحوره ويقتله، فما بالك إذا كان هذا يتبخر ويقتل الحيوانات، فما بالك بأنه لا يستطيع قتل حشرات. منهم من استخدمه وأفنى منحى كامل من هذه المواد. فإخوان الكرام، عندما نقول إطارات شمعية أساسية حديثة لا يجب أن تكون عشوائية، هذا لا أختلف فيه مع أي شخص، وإنما عندما يتم استخدام طريقة معينة حتى لا نستخدم الحاجز الملكي، هناك يستخدم بعض الإطارات لنمنع الملكة من التوالد والبيض في مكان معين. لا أقول لك أثناء الموسم ضع كل إطاراتك أساس، لا أكون خاطئ أنا هنا ولا أتحدث هذا الحديث، وإنما أقول لك يا أخي الكريم، أنت لا تريد استخدام الحاجز الملكي، قم هناك في طريقة تم استخدامها وهي مجربة وقم بتجربتها. لن تخسر شيء أخي الكريم إذا بني النحل من أصل رحيق إطارين أو ثلاث إطارات، لن تخسر شيء، لن تخسر ولن يؤثر شيء في شيء. ما الذي سيؤخر؟ نحن سيؤثر، يعني خسرنا نصف كيلو من العسل، كيلو من العسل لا أريد هذه النصف كيلو، ولكن أنا أريد صحة نحل. إذا كان النحل موجود سيجلب لي الرحيق، سيجلب لي العسل، سيجلب لي حبوب اللقاح، العكبر، ثم النحل، الإنتاجات الشمعية. أما إذا كان النحل هزيل وفيه مرض، أعول على هذا النحل لماذا لا يعمل؟ لا يا إخوان الكرام، هذا أختلف مع أي مهما كانت صفته، أختلف معهم في الرأي، وكل شخص له طريقته وله رأيه ويحتفظ بها ونحترمها كلها، ولكن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. هناك الشيء الجيد وهناك الأفضل، هذا ما نتحدث فيه إخوان الكرام. أما إخوان الكرام أن نقوم بوضع إطارات لجمع العسل في الموسم، هذا شيء آخر. خلية 10 إطارات مكونة من 10 إطارات، الموسم قصير، يتم وضع لها 4 أو 5 إطارات حسب قوة هذه الخلية في الطابق الثاني ليتم جني العسل فيها، هذا لا خلاف عليه. نحن لا نقول أن تضع إطارات 10 إطارات و15 إطار و20 إطار للخلية أثناء تدفق الرحيق، لا يا إخوان الكرام، أنا أقول لك في بداية الموسم عندما يتم تجييش النحل والاستعداد إلى موسم النحل، يجب أن يكون الإطارات لديك صندوق التربية مجدد كاملا كاملا. يجب أن تكون هذه 10 إطارات بدلا من أضيف إطار أسود ويتم رفعه للطابق الثاني، لا، قم بوضع إطار شمعي أساس تستفيد منه بأمرين: أنت جددت الصناديق، جددت الإطارات، ومن ثم استهلكت المخزون الذي أصله من تغذية، وتوسعت لديك عشاش الحضنة، وتخلصت من الإطارات القديمة. هذا إخواني الكرام جميعا لنا نعمل عليها سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي، وعملنا عليها في روسيا وروسيا البيضاء، وعملنا عليها في مصر، وعملنا عليها في جنوب إفريقيا، ونعمل عليها الآن. أما أن نقول إطار شمعي أساس لا يتم وضعه في الوقت الفلاني، لا، إذا أردت أن أضع وضع إطار شمعي في شهر واحد وأنا أجبر النحل على بناءه، سأضعه وأجبر النحل على بناءه. أنا من أقوم بإدارة النحل وليس النحل من يقوم بإدارتي، لا أعطي النحل كما على هواه وأتركه على هواه. هناك مواقف يجب وضع للنحل حد أن لا يتجاوز هذا الحد. النحل الآن يقوم ببناء شمعي، زوائد شمعية، لماذا لا أستفيد من هذه الزوائد الشمعية ببناء شمعي؟ النحل يقوم بتبييض الشمع، لماذا لا أستفيد من هذا التبييض ببناء شمعي حديث؟ لماذا أحتفظ بإطارات عمرها 3 و4 سنوات وفيها من الأمراض حدث ولا حرج؟ لو قمنا بأخذ إطار شمعي قديم وتم عرضه على الميكروسكوب في المختبر لوجدنا هناك الأمراض حدث ولا من البكتيريا والفيروسات، هل أقوم أنا بإدخال الفيروسات والأمراض والبكتيريا إلى داخل هذه الصناديق وأقول نحل سليم ومعافى؟ لا، هذا ليس بنحل سليم وليس بمعافى. إخوان الكرام، نتحدث بلسان صدق، لا نتزمت على رأي معين، ولكن هناك يعني نستطيع التمييز بين الحق والباطل. إطارات شمعية حديثة إذن لا يوجد أمراض، إطارات شمعية حديثة إذن كثافة النحل جيدة، إطارات شمعية جديدة هناك نشاط للملكة، إطارات نحلية قديمة شمعية قديمة هناك في مرض. لماذا نشاهد الأكارين والنوزيما والنوزيما سيرانا ونشاهد الفاروة تعج في هذه المناطق؟ حتى بمكافحة الفاروة عندما يتم مكافحتها في إطارات شمعية حديثة ورصدت بأن تكاثر الفاروة في الإطارات الشمعية الحديثة تكون مقتصرة بأدنى مستوى لها، بينما بالإطارات الشمعية القديمة تكون تعج في الفاروة، وعملت على تجربة على ذلك بال 2015 وعرضت النتائج عليكم إخوان الكرام. فإخوان الكرام يعني نحن لا نريد أن نداري بعضنا على بعض على الخطأ، ولكن الاختلاف في الرأي أولا لا يفسد بالود قضية. أنا لي رأي وأنت لك رأي وفلان له رأي، ولكن الرأي الصح
هو أن نتدبر في هذه الحشرة ونتفكر فيها ونعمل كما هي ترغب، ولكن كما أنا أريد وليس كما هي تريد. حياكم الله أخواني الكرام وبارك الله فيكم.